ما يحصل الآن في الشمال ويحصل في الغرب ويحصل في الشرق نتيجة لهذا الإعلان، هل يأتي في سياق يعني لملمة هذا النسيج أم في سياق الشتات؟ أكيد ما يأتي هو يعني لا يقدم يعني كما تفضلت ما أتى في ديباجة البيان الذي تلاه السيد البرهان في 21/10، بالعكس هو يأتي بالضبط من اتجاهات المطروحة في هذا البيان، وأيضا هو يؤكد أيضا على نمو الحالة الشعبية الرافضة للانقلاب وتمصهراتها كما نرى الآن في الأقاليم بدءا من مدينة واد مدني التي شهدت عصيانا مدنيا شاملا وحركة مناهضة للانقلاب واسعة جدا وقوية جدا، وما حدث في ترس الشمال، وأيضا ما من المؤمل أن يحدث في ولايات أخرى، ويؤكد العزة الجماهيرية الكبيرة التي يعانيها هذا الانقلاب الذي أدخل البلاد في أزمة كبيرة جدا. وبالتالي يعني الأمنيات التي طرحها السيد البرهان في بيانه هي حقيقة يعني تجافي الحقيقة، يعني مثل ما يعني تجافي الحقيقة ما يحدث على الأرض أيضا من تغطيل ومن استهداف للشباب الذي يتظاهر تظاهرات سلمية، ومن اعتقالات أطالة شباب واختطافات، يعني كل هذه الأشياء لا تساعد حقيقة في يعني أي حديث عن وحدة النسيج الاجتماعي في السودان، بالعكس بل هي تباعد الشقة حقيقة بين الجماهير وبين هذا النظام الذي أصبح معزولا ويعاني يعني عزلة داخلية وخارجية كبيرة جدا. حقيقة ما لم يحدث يعني أي يعني انفراج للأزمة السياسية التي تحدث في السودان الآن، يعني البلد حقيقة مهددة تهديد كبير جدا في نسيج الاجتماعي وفي وحدتها وفي وحدة ترابة، و أيضا في كل ما يتعلق باستقرار البلد السياسي بشكل عام والأمن بشكل عام.